على أرض ورثتها من أجدادها بنت أم يوسف وزوجها هذا البيت. 80% من هذا البيت شيد بأيديهم وزرعا هذه الأشجار. كل هذا قد يضيع منهما في أي لحظة. مخطط الاحتلال ينص على تحويل حي البستان جنوب المسجد الأقصى إلى حديقة توراتية. أي أسرة بتدور على الأمان، وإحنا أماننا في بيتنا، ففي حال لا سمح الله انهدم البيت معناته إحنا صفينا بالشارع. قصص هذا الحي متشابهة، 100 عائلة تعيش في قلق وخوف دائمين من هدم منازلها، وهنا يكمن الخطر، لا سيما مع رفض بردية الاحتلال في القدس تجميد قرارات الهدم، وضع يعيد إلى الواجهة من جديد قضية هذا الحي. أنا من عائلة تعدادنا 21 فرد، لدينا 10 أطفال، نحن نعيش في 3 منازل في 3 أحياء مختلفة من بلدة سلوان، منزلين مهددات بالهدم ومنزل مهدد بالإخلاء. لا نتحدث هنا عن قصة فردية، نحن نتحدث عن جريمة حرب جماعية تجري هنا في بلدة سلوان. على ركام هذا الحي تسعى سلطات الاحتلال إلى إقامة حديقة توراتية منذ 16 عاما، وحي البستان في صراع مع الاحتلال بين قرارات الهدم المتتالية والغرامات المالية. حي كامل في مدينة القدس مهدد بالإزالة كليا، وعائلات يتهددها الترحيل، 1500 فلسطيني سيصبحون بلا مأوى إذا نفذت بردية الاحتلال هدم البستان. أحمد جردات، العربي،